الآن هذه المسألة تبدو مثيرة للاهتمام. لدينا هذا المضلع وهو يبدو كمخمس هنا، فله خمس أضلاع، إنه مخمس غير منتظم، فكل الأضلاع تبدو وكأنها غير متساوية في الطول، وكل ضلع نوعا ما ممدود للخارج، ولدينا هذه الزوايا الخارجية لهذا المخمس. والسؤال الموجه لنا هو: ما هو مجموع هذه الزوايا الخارجية؟ وهي تبدو مسألة صعبة، وذلك لأنهم لم يعطونا أي معلومات أخرى، ولم نعطى أي زاوية محددة، وحتى لم نعطى أي نقطة للبدء منها في أي مكان. ماذا يمكننا أن نفعل؟ دعونا نفكر في هذه خطوة بخطوة اعتمادا فقط على ما نعرفه. حسنا، لدينا هذه الزوايا الخارجية وهذه الزوايا الخارجية، كل واحدة منها مكملة لزاوية داخلية. فربما إذا استطعنا التعبير عنها كاقتران للزوايا الداخلية، ربما نستطيع كتابة هذه المسألة بطريقة قابلة للعمل. فلنكتب الزوايا الداخلية هنا. إذن لنقل أننا وصلنا للحرف E، فلنسمي هذه F، فهذه الزاوية الداخلية F، ولنسمي هذه G، ولنسمي هذه H، ولنسمي هذه I، وهذه الأخيرة J. والآن مجموع هذه الزوايا الخارجية، فإن A هي نفس الشيء، هي تساوي 180 ناقص G، وذلك لأن A و G متكاملتان، لذلك A تساوي 180 ناقص G. والآن لدينا زائد B، ولكن B يمكن كتابتها بدلالة هذه الزاوية الداخلية، فسوف تكون 180 ناقص H، لأن هاتان الزاويتان هما مرة أخرى متكاملتان، لنكتبها بلون مختلف، فهذه سوف تكون 180 ناقص H، ونستطيع عمل نفس الشيء لكل منهم، بالتالي C يمكن كتابتها 180 ناقص I، إذن زائد 180 ناقص I، ونستطيع كتابة D، نستطيع كتابتها 180 ناقص J، إذن زائد 180 ناقص J. وأخيرا E، لم يبقى لدي ألوان، إذن E يمكن كتابتها 180 ناقص F، إذن زائد 180 ناقص F. إذن ما تبقى لنا هو أنه إذا جمعنا كل 180، لدينا 180 خمس مرات، فهذا سوف يساوي 5 ضرب 180، وهو يساوي 900، يساوي 900، وبالتالي لدينا ناقص G ناقص H ناقص I ناقص J ناقص F، أو يمكن كتابة ذلك كناقص، سوف أكتبها بنفس اللون، ناقص G زائد H، أنا فقط أحلل إشارة السالب، إذن G زائد H سوف أكتبها بنفس اللون، G زائد H زائد I زائد J زائد F. وسبب أنني عملت ذلك ولما هو مثير للاهتمام الآن هو أنه عبرنا عن هذه الأشياء التي نريد إيجادها، عبرنا عنها بدلالة مجموع الزوايا الداخلية، فهو سيكون 900 ناقص مجموع كل هؤلاء، إذن هذا 900 ناقص مجموع كل هؤلاء، وهو مجموع الزوايا الداخلية، إذن هذا مجموع الزوايا الداخلية sum of interior angles، إذن يبدو أننا تقدمنا قليلا على الأقل إذا أوجدنا مجموع الزوايا الداخلية. ولعمل هذا الجزء سوف أعرض عليكم خدعة، ما يجب عمله هو تقسيم هذا المضلع داخل هذا المضلع إلى ثلاث مثلثات غير متداخلة، ونستطيع عمل ذلك من أي ضلع، لنقول أنها كلها خارجة من هذا الضلع هنا. إذن هنا أنا قسمتها، دعوني أعملها في لون محايد، سوف أعملها بالأبيض، إذن هذا أول مثلث هنا، وثم دعوني أعمل مثلث آخر مثل هذا، إذن هذا ما حصل، فقد قسمته إلى ثلاث مثلثات غير متداخلة، وسبب فعلي لهذا، سبب أن هذا مفيد هو أننا نعلم ما هو مجموع زوايا المثلث،
وبالتالي حتى نستفيد من هذا علينا أن نعبر عن هذه الزوايا بدلالة المجاميع أو بدلالة الزوايا، والتي يمكن إيجادها اعتمادا على حقيقة أن مجموع زوايا المثلث 180، إذن جي هي أصبحت زاوية في أحد المثلثات، وأف تتكون من زاويتين في المثلث، تذكر أن أف هي كل هذه الزاوية هنا، إذن لنقسم أف إلى زاويتين أخريتين أو قياسي زاويتين يجب أن أقول، إذن لنقل أن أف تساوي، لنقل أن أف تساوي، فنحن وصلنا إلى، لنرى A B C D E F G H I J، لم نستخدم K، إذن لنقل أن F تساوي K زائد L، هي تساوي مجموع قياس هاتان الزاويتان المتجاورتان هنا، إذن F تساوي K زائد L، وبهذه الطريقة نقسمها إلى زاويتين لهذان المثلثان، وكذلك نستطيع عمل نفس الشيء مع جي لأن جي هي كل هذا الشيء. إذا نقول أن جي تساوي، لنرى وصلنا إلى L، إذا لنقول أن جي تساوي M زائد N، إذا جي تساوي M زائد N، وأخيرا نستطيع تقسيم H، تذكر أن H هنا هي كل هذا الشيء، لنقل أن H هي نفس O زائد P زائد Q، هذه O، هذه P، هذه Q، ومرة أخرى أريد أن أقسم هذه الزوايا الداخلية، إذن لم يكونوا جزءا من، أو لم يكونوا زوايا مثلث، أريد أن أقسمهم إلى زوايا تكون جزء من هذه المثلثات، إذن لدينا H تساوي O زائد P زائد Q، وهذا مثير للاهتمام بسبب أنه نستطيع أن نكتب مجموع الزوايا الداخلية كمجموع حزمة الزوايا التي هي جزء من هذه المثلثات، ونستطيع أن نستخدم حقيقة أن مجموع زوايا كل مثلث 180 درجة. لنعمل ذلك، إذن هذه العبارة هنا ستكون جي، وهي هذه الزاوية هنا، لم نقم بأي تعويض، إذن ستكون جي، إذن لدينا 900 ناقص، بدلا من جي، في الحقيقة أنا لا أقوم بالتعويض، فسوف أكتب جي زائد، وبدلا من اتش، بدلا من اتش نستطيع أن نكتب اتش هي او زائد بي زائد كيو، ثم زائد I زائد I موقعها هنا زائد I وزائد J، أنا نوعا ما خلطت الألوان مع I و J، وهي هذه الصيغة هنا، و J تساوي M زائد N، إذن M زائد N بدلا من J، وأخيرا لدينا F، و F قد رأينا أنها تساوي K زائد L، إذن K زائد L زائد، إذن مرة أخرى أنا أعيد كتابة هذا الجزء هنا بدلالة الزوايا المكونة له، والآن سوف يحصل شيء مشوق لأننا نعلم ماذا سيكون مجموع هؤلاء، لأننا نعلم أن G زائد K زائد O هو 180 درجة لأنهم قياس زوايا هذا المثلث الأول هنا، إذن جي زائد او زائد كي يساوي 180 درجة، اذا جي، دعوني اكتبها بلون مختلف، اذا لهذا المثلث هنا نعلم ان جي زائد او زائد كي سوف يساوي 180 درجة، فاذا شطبنا هؤلاء نستطيع كتابة 180 بدلا منهم، وايضا نحن نعلم، دعوني ارى، بالتأكيد لن يبقى لدي لون هنا، ولكن سأحدد هذا المثلث، أن L زائد M زائد P، P زائد L زائد M هو 180 درجة، فإذا أخرجنا هؤلاء نعلم أن مجموعهم سوف يكون 180 درجة، ومن ثم أخيرا لقد اقتربنا من النهاية، نحن نعلم أن Q زائد N زائد I هو 180 درجة في هذا المثلث الأخير،
كيو زائد ان زائد اي، اذا كيو زائد ان زائد اي يساوي 180 درجة. هؤلاء ثلاثة هم ايضا 180 درجة، اذا نحن نعلم ان مجموع الزوايا الداخلية لهذا المخمس غير المنتظم في الواقع اي مخمس هي 180 زائد 180 زائد 180 ويساوي 540 درجة. اذا كل هذا الشيء هو 540 درجة. مجموع الزوايا الخارجية نطرحه من 900، اذا 900 ناقص 540 سوف يكون 360 درجة، ولقد انتهينا. هذا يساوي 360 درجة.